تعتبر المرافئ في سوريا بوابة عبور إلى العراق ومنطقة الخليج العربي والأقطار المجاورة، وهذا يعطيها ميزة إضافية في مجال نقل الترانزيت. في التركية لم تكن المرافئ السورية بأحسن حال من الطرق البرية، فالإهمال التركي أصابها كما أصاب النواحي الأخرى في حياة البلاد الاقتصادية، وكان مرفأ بيروت هو المنفذ البحري لسوريا في مطلع القرن العشرين. عام 1887 تشكلت في سوريا الشركة العثمانية لمرفأ بيروت وأرصفته ومستودعاته بإدارة رساميل فرنسية، حصلت على امتياز مدته 60 عاماً، ثم مددت المدة في تموز عام 1892 ل39 عاماً، فأصبح الامتياز لمدة 99 عاماً، حينها احتفظت الحكومة التركية بحق شراء المرفأ والأرصفة والمستودعات بعد السنوات 30 الأولى من الاستثمار، وبدأت أعمال الإنشاء عام 1889 كما وانتهت عام 1894. بعد الاستقلال وجلاء القوات الأجنبية عن سوريا تم إنشاء مرفأ اللاذقية ثم مرفأ طرطوس، في حين بقي مرفأ بيروت مستخدماً للترانزيت عبر الأراضي السورية. الملاحة البحرية لا تزال هي الطريق الرئيسي للنقل الدولي للبضائع، وهذا نابع من ميزتين أساسيتين. الميزة الأساسية الأولى بأنه نظام النقل الأرخص والأكثر استخداماً في التبادل التجاري أو في التبادل السلع. النقطة الثانية أن النقل البحري هو أحد القطاعات الخدمية التي تبرز أهمية الموقع الجغرافي للدول وما يحفزها على امتلاك السفن وأيضاً على إنشاء المرافق أو الموانئ. والموانئ هي البوابات المجهزة لاستقبال السفن وتقديم الخدمات لها من جهة البحر، وأيضاً تقديم الخدمات من جهة البر لباقي أنماط النقل الأخرى. والموانئ هي نوعين، النوع الأول هو الموانئ الرطبة أو الموانئ البحرية، والآخر هو الموانئ الجافة أي الموانئ ما نسميها بالدراي بورتس. الموانئ الجافة تقدم فقط خدمات لوسائط النقل البري ولا تقدم أي خدمات للسفن. أما الموانئ البحرية فطبيعي تحفز التجارة العالمية وتجذب النقل باتجاه الدول، تبرز أهمية الموقع الجغرافي للدول، وبالتالي من سواء من خلال النشاط الرئيسي الذي هو النقل أو من النشاطات المرافقة أو الفرعية ما نسميها كصيانة السفن والتحميل والتنزيل وإلى آخره. سفن هذا الأسطول كانت تنقل حوالي 90% من واردات القطاع الخاص وأكثر من 60% من واردات القطاع العام، وتشير التقارير إلى أن إجمالي الحركة في ميناء طرطوس بلغ 5 ملايين طن عام 1997، بينما بلغ هذا الإجمالي في مرفأ اللاذقية 1 مليون طن. ونظراً لأهمية الحركة الملاحية البحرية في نمو الاقتصاد الوطني، والتي الحكومة السورية اهتماماً عالياً بمرفأي اللاذقية وطرطوس، وهنا نستعرض لمحة عن بدايات إحداث كل من هذين المرفأين ومراحل تطورهما. مرفأ اللاذقية: يتمتع مرفأ اللاذقية بموقع تجاري استراتيجي هام أتاح له أن يحتل مركزاً ممتازاً بين طرق المواصلات البحرية، كما يتمتع بميزة كبرى لخدمة الترانزيت العربي والدولي باعتباره جسراً للنقل بين القارات الثلاثة آسيا وإفريقيا وأوروبا. يعتبر النقل البحري الحلقة الأساسية في النقل المتعدد الأنماط، والنقل المتعدد الأنماط يعني استخدام أكثر من نمط من أنماط النقل، وبالتالي إرسال البضاعة من الباب إلى الباب من خلال عقد واحد. ولهذا طبعا نشأت، كان هناك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للأونكتاد، ما يسمى بالأونكتاد، الذي نظم العلاقات التشريعية أو القوانين التشريعية التي تحكم النقل المتعدد الأنماط. وبناء على هذا الأمر بالتأكيد كانت هناك اتفاقيتان جمركيتان مهمتان لهما علاقة بهذا الموضوع، هما اتفاقية دولية لسلامة الحاويات عام 1975، والاتفاقية الدولية للنقل على الطرق أو ما نسميها باتفاقية التير، وسوريا منضم إلى كلتا هاتين الاتفاقيتين.
طبيعي النقل المتعدد الأنماط ينشط التجارة العالمية في إطار تحرير التجارة العالمية وتحرير تجارة الخدمات وعلى رأسها خدمات النقل. بالنسبة لسوريا طبعا نحن نملك أسطول من السفن يبلغ عدده 314 سفينة كله للقطاع الخاص. الحكومة تمتلك فقط أربع سفن، هما يخصان اثنتان يخصان الشركة السورية الأردنية للنقل البحري والأخريين يخصان الشركة السورية العراقية للنقل البحري. طبيعي الشراكات هذه طورت ونمت النقل البحري السوري وشجعت هذه الدول بأن تستقدم أو تستورد وتصدر عن طريق الموانئ السورية بغية تفعيل هذه الموانئ، كما يوفر خدمة سريعة بتكاليف رخيصة ومنافسة لأي طريق آخر. ويعتبر النافذة التي يطل بها القطر على العالم الخارجي لأجل تصدير كافة منتجاته واستيراد ما يلزم من المواد والمعدات، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية تطور القطر اقتصادياً واجتماعياً. في عندنا مؤسسة النقل البحري، وهي المؤسسة الوحيدة تعنى بنقل البحري في سوريا، تمتلك ثلاث سفن باستطاعات مختلفة من الحمولات، وطبعا فرضت عليها العقوبات من وزارة الخزينة الأمريكية ومنعت طبعا من النقل البضائع إلا ببعض الدول الصديقة مثل روسيا وإيران، وحاليا هي شبه متوقفة. يعني حاولنا طبعا تقديم كافة المساعدة للمؤسسة وتقديم الحكومة لم تواني عن تقديم أي مساعدة بهذا الموضوع حتى تشغيل السفن، لكن للأسف يعني لا يمكن إلا وفق خطوط ملاحية معينة بسبب الحظر. في عندنا شركة توكيلات ملاحية، شركة عامة كمان، طبعا هي حاليا هي الوكيل الوحيد لبضائع القطاع العام، كمان عانت مثل ما عانت بقية الجهات العامة، وحاليا تمارس عملها وإيراداتها جيدة الحمد لله. يعني ما في عجز بقطاع النقل البحري، ما في عجز، بالعكس بيقدم إلى الخزينة العامة سنويا بحدود 5-6 مليار صافي ربح. يعني تم تأسيس الشركة العامة لمرفأ اللاذقية عام 1900. محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية هي عبارة عن عقد تشاركي بينه وبين القطاع الخاص وديره، وأثبتت جدواها خلال هذه الأزمة. وتقديم يعني خلال العام الماضي تم تقديم إيرادات بحدود 10 مليار ليرة سورية، 80% كان من محطة الحاويات تقريبا كان إيرادة. مرفأ طرطوس طبعا هو مرفأ بيئم السفن البضاعة الدكمة والبضاعة القطاع العام، تأثر هذا القطاع طبعا نتيجة الأزمة مثل ما حكينا أنه السفن بل يعني لم تعترض، خف عدد السفن التي ترد إلى الجمهورية العربية السورية بسبب الأزمة والحظر المفروض على سوريا. مرفأ طرطوس، تلك المدينة الساحرة التي تتمتع بموقع استراتيجي هام بالنسبة للمحافظات السورية والدول المجاورة، كما تتميز بقربها من مراكز الإنتاج ومجاورتها لمصبات النفط، بالإضافة لكونها مربوطة بشبكة خطوط حديدية وطرق برية مع كافة المحافظات السورية والدول المجاورة حتى الخليج العربي وإيران. فقد كان لتشييد مرفئها علاقة وثيقة بأحداث سياسية بارزة مرت على سوريا. في عام 1959 وخلال عهد الوحدة السورية المصرية، صدر قرار من رئيس الجمهورية المتحدة بالقانون رقم 267 بتاريخ 19 من شهر كانون الأول بشأن إحداث مرفأ بحري في مدينة طرطوس. وفي عام 1966 صدر مرسوم تشريعي تضمن وضع مرفأ طرطوس موضع الاستثمار المؤقت، وتكليف كل من المديرية العامة للموانئ وشركة مرفأ اللاذقية بالإشراف على تسيير المرفأ واستثماره. تم تصميم مرفأ طرطوس من قبل شركة كامبكس الدنماركية على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، في نفس المكان الذي بنى فيه الرومان المرفأ القديم، من ثم تم البدء ببناء مرفأ طرطوس في الأول من شهر أيار عام 1960، وتم إكمال المرحلة الأساسية منه عام 1966. تفعيل الموانئ السورية
في الآونة الأخيرة في العام 2005 قبل الأحداث وصل إلى استيعاب إلى الطاقة الاستيعابية لميناء طرطوس استغلت حوالي 91% بعدما كانت في السنوات السابقة لا تتجاوز 40 إلى 50%. فعمليا استيعاب الطاقة المرفئية يفعل بشكل كبير أيضا ليس فقط النقل وإنما أيضا الموانئ السورية أو المدن الموانئ السورية اللي هي مثلا طرطوس واللاذقية، وكان في هناك خطة لإنشاء مرفأ جديد، مرفأ المناطق الحرة ما يسمى، ونقل ما نسميها الملوثات من مرفأ طرطوس التي تقوم بتلويث الجو في المدينة كنقل الفوسفات إلى ميناء آخر. رغم أن الشاطئ السوري لا يزيد طوله عن 187 كيلومتر، إلا أنه في الآونة الأخيرة تم التخطيط وتنفيذ بعض المرافق الجافة التي يتم فيها العمليات التعاملات الجمركية، ولكن لا تقدم أي خدمات للسفن وإنما تقدم الخدمات لنظم النقل الأخرى البرية. عانت سوريا من خلال الأزمة أو عانت المناحة البحرية السورية من خلال الأزمة بشكل كبير وملحوظ، ولكن خسرت بشكل فوات منفعة أو فرصة بديلة، لأن المرافق السورية تقع في المناطق التي ليس فيها من الأحداث، أي لم يدمر شيء من البنى التحتية في المرافق والموانئ. الخطط المستقبلية يجب أن تتركز بشكل أو بآخر على تطوير هذه الموانئ، على تطوير التشريعات الحاكمة لهذه الموانئ، وأيضا على العلاقات التبادلية والشراكات مع القطاع الخاص ومع الموانئ الأخرى والاستفادة من تلك الخبرات، وخصوصا تلك الموانئ التي لديها خبرات في نقل الحاويات كجبل علي وطبعا الموانئ الإقليمية الأخرى. خلال الأزمة التي تعرضت لها سوريا والتي انعكست سلبا على كافة قطاعات النقل، كان لقطاع النقل البحري وتجارة الترانزيت عبر مرافئنا نصيبهم من تلك المؤثرات، حيث تراجعت إنتاجية مرفأي اللاذقية وطرطوس وخفت مواردهما المالية مقارنة بالسنوات السابقة لبدء الأزمة. تراجعت حركة الترانزيت إلى الدول المجاورة لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بالوضع الأمني السيء على الطرق العامة المؤدية إلى كل من العراق والأردن، ومنها ما يتعلق بإحجام الكثير من السفن عن المجيء للمرافئ السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية منها والعربية الجائرة باستثناء الدول الصديقة لسوريا مثل روسيا وإيران. رغم ذلك بقي قطاع النقل البحري داخل دائرة العمل والإنتاج وداخل دائرة الفعل يساهم مساهمة جيدة في توفير المواد الأساسية للسوق المحلية وفي مراقبتها ووضعها بمتناول الناس بعد التأكد من سلامتها الصحية عبر تحليل عينات منها في المخابر داخل وخارج المرفأين. خلال الأزمة تعرض القطاع النقل البحري مثل بقية القطاعات الأخرى بالنقل يعني إلى أضرار وإلى خسائر كبيرة. طبعا ما تضرر مثل الخطوط الحديدية السورية، يعني الحمد لله وفي مناطق آمنة، ولكن الأضرار كانت ضرر اقتصادي كبيرة، وهي سبب عزوف العديد من السفن أو الناقلين عن نقل البضائع إلى سوريا وبالتالي إلى اتجاه الدول الأخرى بسبب سيطرة المجموعات الإرهابية على المنافذ البرية سواء من ناحية العراق أو من ناحية الأردن. قامت الوزارة طبعا بهذا الموضوع خلال الأزمة، يعني بإعادة النظر في بعض القوانين وبعض الأنظمة وتقديم التسهيلات اللازمة للإخوة والمواطنين التجار وغيرهم. يعني حاولنا إحداث خطوط نقل مع الدول الصديقة مع روسيا أو مع إيران، وصار في اتفاقيات بهذا الموضوع مع الجزائر، صار في اتفاقيات مع هذا الموضوع ولتشجيع النقل إلى سوريا منه إلى هذه البلدان. حاولت الوزارة كمان مشان تشجيع تصدير تقديم كافة التسهيلات للأخوة المصدرين مشان الفواكه والخضار الطازجة إلى الاتحاد إلى روسيا الاتحادية. وبمقارنة رقمية يتبين أن إجمالي عدد البواخر التي أمت مرفأ طرطوس بلغت خلال عام 2014 991 باخرة، في حين تناقصت إلى 650 باخرة
عام 2015، في حين بلغ عدد الحاويات 39 ألف حاوية، وتناقصت بنسبة 24% إلى 29 ألف حاوية عام 2015. وبالتالي بلغت قيمة الإيرادات خلال عام 2014 إلى 4,466 ألف ليرة سورية، في حين بلغت عام 2015 ما يقارب 4,251 ألفاً. ومن مرفأ طرطوس ننتقل إلى مرفأ اللاذقية، حيث يتبين أن إجمالي عدد البواخر التي أمت مرفأ اللاذقية بلغت خلال عام 2014 563 باخرة، في حين تناقصت إلى 440 باخرة عام 2015، في حين بلغ عدد الحاويات 253 ألف حاوية، وتناقصت بنسبة 7% إلى 234 ألف حاوية عام 2015. وبالتالي بلغت قيمة الإيرادات عام 2014 إلى 6 مليارات ليرة و 226 مليون ليرة سورية، في حين بلغت عام 2015 ما يقارب 9 مليارات و 800 مليون ليرة سورية. تسعى وزارة النقل حالياً عن إحداث أكاديمية بحرية تخرج الضباط البحريين، وطبعاً في نحن في اتفاقية بيننا وبين مصر عن طريق الجامعة العربية الأكاديمية البحرية في الإسكندرية وإلى فرع في اللاذقية، وتخرج مهندسين وشهادات بهذا الموضوع. وهنا لابد وأن نذكر بأن النقل البحري الذي يتحمل مسؤولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية يعتبر بحق شريان الاقتصاد الوطني والعالمي، ولنا أن نتخيل أنه بدون النقل البحري سوف نكون عاجزين عن إنجاز المعاملات التجارية بين مختلف قارات العالم، وهذا سبب كافي لأن تتضافر الجهود كافة لتوسيع وتطوير الموانئ السورية التي ما زالت مستمرة في مواجهة أمواج الأزمة الراهنة والتغلب عليها.